يعطيكم العافية. بس بدي أبلش شرح خطوط الكنتور اللي بالمساحة، اللي بتكون الأسئلة اللي زي هيك. لما تكون عندي أسئلة زي هيك كيف أتعامل معها؟ لأنه هذا بالامتحان ما يقارب 3 أسئلة ممكن أو 4 أسئلة يجي عليه. فأنا لو بدي أحل سؤال زي هيك كيف بدي أبلش فيه؟ قبل هيك بدي أعرفك على كم مصطلح. في مصطلح اسمه كت، في مصطلح اسمه فل، حفر وردم. يعني حفر ردم لما يكون أنا بدي أحفر منطقة، يكون عندي النقطة اللي بدي أحسب عليها مثلا أعلى من النقطة هاي، فأنا بدي أضطر أحفر. أنا عندي شارع مثلا، عندي شارع بدي أعمله زي هيك، بس هذا ما بكون زي هيك، بكون مثلا هذا جبل، مثلا بضطر أحفر الجبل أنا أمشي نصمم الشارع، صار عندي حفر بسموه كت. الفل عكسه، بكون أنا بدي إني إشي يخليني أمشي، بدي أردمه يعني طمم، يعني طمم أطم وطم. فهذا كت وهذا فل، فهون بحكي لي الكت شحنته موجبة، الفل الفل شحنته سالبة. طيب أنا يعني موجب وسالب، أنا بكل بساطة عندي هاي النقطة، هاي النقطة 16.5، هاي النقطة ارتفاعها 15.5، هاي النقطة 14.8، هاي النقطة 13.7 وهكذا. شو بدي أعمل أنا؟ النقطة كل نقطة بطرح منها الجريد اليفيشن او الايرث اليفيشن او كونستراكشن اليفيشن، اي شيء اسمه اليفيشن بطرح منه اللي بالسؤال. موجب بحكي هاي ناقص 14، هاي ناقص 14. اذا موجب بكون كت، اذا سالب بكون فل. تمام؟ لانه هسه في نمط الاسئله بتيجي بالامتحان، بس انا هذا الشيء راح احسب حجم، راح احسب حجم الكت اللي انا حفرته، حجم الردم اللي انا ردمته. فانا كيف بدي احسب حجم؟ انا فعليا بدي اضرب اريا في طول، اريا في طول، فانا بدي احسب اريا مثلا المربع في طول والارتفاع يعني بشكل عام. وانا هذا الشيء كيف بدي اتعامل معه؟ طبعا هو كيف بيجي بالامتحان الاسئله، مثلا بيقول لي احسب حجم الفل الكلي، احسب حجم الفل الجزئي، احسب حجم الكات الكات زي هيك بلش يطلب مني مطالب. ممكن يجي يطلب مني مثلا لو سميت مربعات 1 2 3 4، احسب لي باول 3 مربعات في الكات. طب هذا السؤال نفسه ممكن اختلاف رقم صغير يغير منك، يطلب منك 5 مطاليب. طيب انا اولى بال10 علامات او 11 علامه او 12 علامه ممكن يجوني. كيف بدي اتعامل مع هذا السؤال؟ كيف انا بدي ابلش احل؟ راح احل يعني راح اطبق القانون، يعني فاهمين كيف؟ كيف يعني؟ بس انا عندي زي هيك هذا السؤال، بس خلينا نرجع للسؤال الثاني ممكن افضل. نفس الشيء اكزامبل 3 كان زي هيك. For the following figure, show the elevation grid leveling for the same land. يعني هاي أرض قلت لها grid elevation، أخذته باللاب ورحت مسكته خشبات وشو عملته. قال لي ال grid elevation 14، فإيش بعمل أنا؟ 16.5 ناقص 14 بتطلع معي 2.5، 15.5 ناقص 14 1.5، 14.8 ناقص 14.8، 13.7 ناقص 14 سالب 0.3. بتحط سالب وموجب، سالب وموجب، المهم بس اعملهم اعملهم. صار عندي الشكل زي هيك، هيو هاي لما طرحت انا صار عندي كل قيمه بمسكها بطرحها. من كيف قيمه بمسكها بطرحها؟ راح امل بالسؤال، هيو 2.5 انه 16.5 ناقص اللي بالسؤال اعطتني 2.5 وهكذا. ولاحظ لازم تكتب الاشاره، بس لاحظ عندك مربعات زواياها موجبة. كيف يعني؟ مثلا هاي اثنين، خلنا نغير اللون، مثلا هاي الزاوية، هاي الزاوية موجبات، هاي الزاوية وهاي الزاوية موجبات، هاي الزاوية وهاي الزاوية موجبات، هاي الزاوية وهاي الزاوية موجبات. لاحظ انه هذا المربع فعليا كلياته موجب، زوايا الاربعة موجبة. يعني زوايا الاربعة موجبة يعني هذا كلياته كت. لاحظ انه هاي المنطقة كاملة هون هون كلياتها موجب، لما كانت كلياتها موجب معناته المنطقة كت. فلما يجيني بالامتحان يقول لي احسب لي الفول كت، فول كت، فأنا بقول له بدي مساحة الفوليوم للمربع 1 والفوليوم للمربع 2 والفوليوم للمربع 6 والفوليوم للمربع 7. لاحظ إن هنا في موجب هنا في سالب، هذا الإشي يمثل لي ارتفاع نقاط. يعني هاي النقطة ارتفاعها 0.8 وهاي ارتفاعها النقطة سالب 0.3. لو عندي هذا خط الصفر، هذا خط الصفر، تمام؟ هسه هاي ارتفاعها 0.8، ارتفاعها سالب 0.3 لتحت. فلاحظ لاحظ انه لو بدي اوصل بين النقطتين
زي هيك، في عندي نقطة صفر، نقطة صفر اللي هي هاي هون، في نقطة صفر، بالتالي أنا بالتالي لاحظ إنه هاي المنطقة فعليا كلياتها موجبة وهاي المنطقة كلياتها سالبة. هسا الإشي الكامل، المربع الكامل اللي ما صار في عنده خط صفر يشمله هذا، هذا بسموه فول كت، بسموه فول كت. الجزء هذا المربع الصغير مثل مربع ثلاث، المربع ثلاث هو مش مربع شبه منحرف، هو بس زي هيك، هذا بسموه بارشل كت، بارشل كت يعني كت جزئي. أنا حفرت يعني هذا المربع حفرت جزئين، واحد حفرته وواحد طعمته، هيك بشتغل. أنا كيف بدي أعرف وين عندي كت وين عندي فل؟ ببساطة طلعت المساحة، طلعت ارتفاع النقاط بعد الطرح، طلع عندي سالب وطلع عندي موجب. كان ما في موجب جنبه سالب وموجب فوقه سالب، عندي خط صفر. ايش مثل ما وضحت لك الرسم قبل شوي، هاي موجبة مثلا وهاي سالب، بمشي فعليا بمسك ضلع مثلا. انا اذا كان بطلع زي هيك، طلع زي هيك، طلع زي هيك، طلع زي هيك، اشوف بكل ضلع، كل ضلع ايش اطرافه موجب وسالب. فيلا بنيجي مع بعض، هاي 2.5 وهاي 1.5، موجب وسالب ولا موجب وموجب ولا سالب وسالب، كل هذول موجبات، معناته هذول ما فيهم صفر. يعني هاي، يعني هاي النقطة، هذا الخط شكله بده يكون، يكون شكله مثلا لو هذا خط الصفر تكون هاي 2.5 هاي 1.5، يعني ما عندي صفر، ما بمر بالصفر. تمام، 1.5 وهاي 1.8، معناته ايش؟ موجبات، معناته ما في خط صفر بينهم. هاي بوينت 8 وهاي سالب بوينت 3، معناته ايش؟ في بينهم خط صفر، خط صفر هون مثلا، هون احطه وين ما بدي، وين انا المفروض احطه؟ احطه قريب للنقطة القريبة من الصفر، يعني هاي بونت 3 وهاي بونت 8، من اقرب للصفر هاي احطه هيك، بس هيك المنظر. اما بكرة بالامتحان ما في داعي انك تقرب، انه خلص انت خلص اعرف انه هون في صفر، احط نقطة، احط نقطة هون هيك، بحط نقطة انه في صفر. هون سالب بونت 3 وسالب 1 ما في صفر، اذا باجي بطلع زي هيك، مش مهم اني بطلع هيك او هيك، انا الفكره انه بطلع الاضلاع، موجب وموجب ما في صفر، موجب وموجب ما في صفر، بنيجي زي هيك، موجب وموجب ما في صفر، موجب وموجب ما في صفر، موجب وسالب في صفر، خط خط نقطه، سالب وسالب ما في صفر، سالب وسالب ما في صفر، سالب وسالب ما في صفر، باجي على النص، موجب وموجب ما في صفر، موجب وموجب ما في صفر، موجب وسالب في صفر، هاي صفر، سالب وسالب ما في صفر. بجي اطلع هون في سوالب، لا في عكس اشارات، لا عكس اشارات، لا اللي بوصل بين الثلاث نقط رسمتهم، تمام، بوصل بين الثلاث نقط اللي رسمتهم. اذا هون كل مكان خط زيرو، اذا هون بيجي سؤال الامتحان، بيجي سؤال الامتحان اللي يحسب لي حجم الكت، اللي حجم الفل، حجم الكت. بس قلت لك في مصلحة، في مصطلحات، فل كت بارشل كت، عندي توتال. لاحظ بالامتحان بدك تنتبه بكره شو بده الدكتور، بده توتال ولا بارشل ولا فول. التوتال بيساوي الفول زائد بارشل، طبعا اذا بده فل هون نفس الشيء، فول فل بارشل توتال فل يساوي فول فل زائد هكذا، هكذا. تمام، فأنا عندي هاي الملاحظات. هسه صار عندي، ما صار عندي هذا وهذا، صار في عندي مسافة. هسه هاي طولها L، ممكن طولها 50. هسه هاي لما صار طولها 50، هاي مش زيرو، هاي هيك، ها ترسم خط زي هيك، لاحظ إنه في عندي مسافة هون ومسافة هون، يعني أنا بسميهم، هاي بسميها D1 هاي D2 هاي بسميها D3 هاي D4 هاي بسميها D5 D6، بسميهم مصطلحات من عندي. ف D1 زائد D2 بتساوي طول الضلع الكلي، طول الضلع الكلي. فهسا ايش صفى علي؟ بدي اطلع المسافات هاي. انا هسا هذا، هذا الاشي الكونتور بروسيجر، اول اشي بطرح قيمة بالسؤال، القيمة اللي بالرسم ناقص القيمة اللي بالسؤال، بعدين حدد الموجب والسالب، بعدين كان ما في موجب وسالب بيناتهم بحط نقطة، خلص النقاط بوصل بينهم بخط معين شو ما كان شكله، بعدين بس اخلص بطلع المسافات هاي. بطلع دي 1 ودي 2 ودي 3 ودي 4. طيب كيف اطلعهم؟ ببساطه تشابه مثلثات. كيف تشابه مثلثات؟ احكي
ماسك خط الصفر زي ما هو، سواء بطلع هيك ولا بطلع هيك ولا بطلع هيك ولا بطلع هيك، انا امسك الرسمه زي ما هي، بمسك انا تخيل الدي 1 والدي 2 برسم خط هيك، بحكي هاي بوينت 8 بحكي هاي سالب بوينت 3 اللي تحت، شو بعمل بعدين؟ بوصل بيناتهم، متوصل بيناتهم في خط الصفر، بس هاي هي دي 2 وهاي هي دي 1 تمام؟ هاي بوينت 8 طبعا هون بوينت 3 ما في داعي الإشارة يعني اللي تحت، فايش هسا بعمل أنا؟ عندي معادلتين، المعادلة الأولى بتحكي لي دي 1 زائد دي 2 تساوي ال L، هي ال L يعني وتساوي 50 تمام؟ ال L هي نفسها 50 مثلا بالامتحان ما راح اجيب لك اياها 50 راح اجيب لك اياها L، انت لحالك بتصير تحدد دي 1 دي 2 تساوي 50، ليش 50؟ اللي هي طول الضلع، انا هذا الضلع بمسك زي هيك تمام. المعادلة الثانية من تشابه المثلثات، بتعرف شو العلاقة بين دي 1 ودي 2؟ بروح احكي له 0.8 على دي 1 تساوي 0.3 دي 2، بمسك الضلع على الضلع الضلع على الضلع، بس انتبه اذا حطيت فوق رقم تحط هنا رقم جنبها، مش تروح تحكي 0.8 on دي 2، انتبه تعرف شو تحط، بس بتطلع علاقة بين دي 1 ودي 2، بتطلع علاقة بين دي 1 ودي 2 تمام، في علاقة بينهم بتصير، يعني انت بتحكي له مثلا دي 1 بتساوي 0.3 تقسيم 0.3 بتساوي مثلا هيو خلينا نمسحها بس هاي، تحكي مثلا دي 1 شو بتساوي؟ 0.8 0.3 2.667 دي 2، انت هيك طلعت معادلة، انت هيك طلعت معادلتين مشغولين، معادلة دي 1 بتساوي كذا دي 2 ودي 1 زائد دي 2 بتساوي 50، شو بتعمل هسا؟ بتحكي له دي 1 شو بتساوي؟ هي 2.667 دي 2 زائد دي 2 بتساوي 50، انت هيك هسا بتطلع ايش؟ طلع قيمة دي 2، طلع قيمة دي 2، كم قيمة دي 2؟ بتطلع معي قيمة، طلع قيمة دي 2 بتطلع قيمة دي المعادلة هاي، أنا رحت مسكت دي 1 شو حطيت مكانها؟ مكانها هاي دي 2 خليتها زي ما هي، طلعت معي قيمة دي 2، بس طلع قيمة دي 2 بطلع قيمة دي 1، لما طلعت قيمة دي 1 دي 2 صار معي هذا الإشي. هسه لسه ظل علي مشان إذا بدي أحسب شيء بخص المربع 3 شيء بخص المربع 4 بضطر أطلع كمان الضلعين اللي تحت، لما بدي أطلع الضلعين اللي تحت نفس الطريقة برسم خط الصفر بحكي هون 0.6 بحكي هون 0.5 لا سالب بوصل بينهم، بحكي هاي 0.6 بحكي هاي 0.5 بعدين بحكي له هون هاي دي 3 دي 4 نفس الطريقة دي 3 دي 4 تساوي 50 دي 3 0.6 تساوي دي 4 0.5 بطلع علاقة بين دي 3 ودي 4 وبحطها بالمعادلة الثانية بطلع معي قيمة دي 3 بطلع معي قيمة دي 4. هسه شو صار عندي؟ بشتغل أنا على مربع 3 مثلا لحاله، مربع 3 حاله هذا حكالي find partial partial at 3 at 3 مربع 3 partial cut. شو بيساوي البارشل كات؟ انا بدي اطلع فوليوم، يعني بدي اطلع اريا اضربها في الطول، الاريا اضربها في الطول. طيب شو بحكي انا هسه؟ هسه بحكي النقطة 0.8 وهي النقطة 0.6، النقطة كم ارتفاعها؟ ارتفاعها 0 وهي ارتفاعها 0 وهذا خط الصفر، فهذا الاشي هذا الاشي امسكه على الارض زي هيك مثلا ارفعه على فوق زي هيك، شو هذا الاشي؟ هاي البوينت 3 مثلا البوينت 8 البوينت 6 مثلا، بس هم مش على نفس الخط، زيرو وهاي زيرو، بس ايش بدي؟ بدي مساحة هذا الاشي، بدي مساحة هذا الاشي، كيف اطلع مساحة او حجم هذا الاشي؟ كيف بدي اطلعه؟ سمي يتعلم بكل بساطة، طلع أول شيء الأريا،
اريا ايش بدها تساوي؟ بس هذا الاشي بهذا الشكل انت اللي شايفه ايش؟ شايف شبه منحرف، شبه منحرف. شبه المنحرف هذا شو 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 مساحته؟ تعمل مساحة شبه المنحرف القاعدة مع القاعدتين نص مجموع القاعدتين. شو القاعدتين عندي؟ T1 D3 في ايش؟ في ال L. هاي هاي ال L كم يعطيني اياها؟ 50. انا طلعت الاريا، انا طلعت الاريا، الاريا لشبه المنحرف مربع ثلاث، مربع ثلاث. شو الاريا له؟ ما حكينا هذا الاشي راح اشوفه، اشوفه بس زي هيك بدي اتخيله. مثلا هاي D1 مثلا D3 تمام، هذا الارتفاع هو 50. فايش مساحته هذا؟ نص مجموع القاعدتين في 50. انا طلعت الاريا. هسه الفوليوم ايش بيساوي؟ الفوليوم له قانون بالمربعات، هاي له قانون. شو القانون بقول لك؟ بقول لك القانون هو عبارة عن اريا على 4 زائد هاي زائد هاي. انا ما بديش افهمك اياها، بدي افهمك اياها بطريقة احسن. هسه بقول لك لما بدي احسب الفوليوم، احسب الفوليوم بشكل عام، بحكي عبارة عن الاريا على عدد عدد الأضلاع. عدد الأضلاع كيف يعني؟ عندي هذا ضلع، هذا ضلع، وهذا ضلع، وهذا ضلع. كم ضلع عندي؟ 4. بحكي الأريا على 4 مضروبة، مضروبة القوس يعني ضرب، مضروبة بإيش؟ ارتفاع النقاط، ارتفاع النقاط. هاي النقطة كم؟ 0.8. النقطة كم؟ 6. هاي النقطة كم؟ 0. هاي النقطة كم؟ 0. هيك أنا طلعت الفوليوم at 3. فرضا حكالي find the total volume for partial cut. شوف لاحظ لك أوجد total volume بس للبارشال cut، يعني أوجد لي بارشال كلياتهم واجمعهم. انا بدي احسب مربع ثلاث واحسب المربع ثمانية وطبق هذا الاشي عليه. هو طويل بس انت بتقدر تخليه قصير. كيف يعني؟ يعني هاي بديهيات تستعملها بالامتحان. فرضا طلب منك المربع ثلاث، حكينا المربع ثلاث لما ارسم الخط صار عندي 0.8، عندي 0.5 ووصلت بينهم، عندي هاي D1 عندي هاي D2. رح تحكي لي تمام، طيب انا لما اجي اعمل زي هيك، انا لما بدي اطبق قانون المساحه للمربع ثلاث بدي احكي نص في مجموع القاعدتين D1 زائد D3 L. طب انت رح تحكي لي ال معي، بس D3 ودي 1 مش معي، كيف بدي اجيب D1؟ D1 بجيبها من هون. طب لما اعمل المعادله احكي D1 زائد D2 بتساوي L، لما احكي D1 ارتفاع النقطه بتساوي D2 ارتفاع النقطه الثانيه. طب ليش اعمل العلاقه انها تطلع لي D2؟ بعمل علاقة بحيث أن أطلع لي D1 وضعه هون مباشرة. ال D3 بشتغل بنفس الطريقة، لما أحل بحل المعادلة على أساس أنها D3، ما بطلع D4، يعني D4 ما بدي إياه وما بده فل، بده كت. طيب أنا هيك هسه طلعت الديات وطلعت الأريا، فلو طلب مني فول بارشل باخذ 3.8. طب بارشل لحاله حدد لك المربع، طلب منك فول كت لازم نشتغل على الفول كت. بس لما يقول لي فول كت أخذ المربع، أنا بدي أرسم مربع من عندي، مربع زي هيك خذ زي هيك خذ زي هيك تمام. اعتبر هذا اللي هون كلياته مش موجود تمام، اعتبر هذا كلياته مش موجود. هسه ايش عندي انا الفوليوم للكات؟ عندي 4 مربعات. ايش بحكي انا فوليوم الكات؟ شو بيساوي؟ بيساوي الاريا، الاريا لمربع واحد. بس بشتغل اريا بس لو كان عندي مربعات مثلا هون مثلث، بشتغل مساحة المربعات لحال، فوليوم المربعات لحال، بشتغل فوليوم المثلث لحال، بجمعهم تمام؟ بس تخيل على الشكل اللي عندي لسه مربع.
باخذ مساحة مربع واحد. قديش مساحة مربع واحد؟ 50 في 50، يعني 50 تربيع. اقسمها على كم؟ كم ضلع بالمربع عندي؟ 1 2 3. فتح قوس طويل. طيب روح بطلع على النقاط، على النقاط اللي مشتركة بضلع واحد. كيف يعني؟ 2.5 لاحظ انها بزاي على زاوية واحدة مربع واحد. مثلا لاحظ 2.4 مشتركة بالمربع واحد ومشتركة بالمربع 6. طيب لاحظ 1.3 تلاقيها مشتركة بالمربع 2 والمربع 1 والمربع 7 والمربع 6. لاحظ 0.6 مشتركة بالمربع 2 مشتركة بالمربع 7. تمام؟ مش راح تحكي لي مشتركة بهذول، هذا بعتبره مش موجود. لما احسب فوليوم للفول كات بستثني الفول، بستثني بارشل كات وبستثني الفل. فلاحظ انه مثلا نقطة 1.5 مشتركة بالمربع هذا مشتركة بالمربع هذا. انا ايش بعمل؟ بروح على كل نقطة شوف قديش مشتركة وبضرب بعدد الاشتراكات. كيف يعني؟ احنا حكينا المربع عندي قبل شوي، خلينا ارجع ارسمه عندي زي هيك صح؟ بعدين قلت عندي زي هيك عندي زي هيك. طلع حكينا الفوليوم للكت تساوي لمربع واحد 50 تربيع، لانه 50 في 50. لو كانت هاي 50 وهي 25 بحكي 50 في 25. المربع كم ضلع فيه؟ مربع فيه 4. افتح قوس كبير بروح على النقاط اللي مشتركه بواحد، في واحد في طلع الاثنين ونص مشتركه بالمربع واحد لحاله، زائد البوان 8 مشتركه لحالها، زائد 2 بشوف الزوايا، زائد 2.1 تذكر القوس الصغير كي زائد عندي هسه المشتركات باثنين. لاحظ ان الواحد ونص مشتركه بالمربع 2 و1، زائد 2.4 مشتركة بواحد وستة، 1.2 النقاط الداخلية، زائد 0.6 هي هاي. بعدين بحكي زائد 3 شو الأشياء المشتركة بثلاث مربعات ولا إيش يعني زيرو، زائد 4 في مشتركة بأربعة هي بس 1.3. شو بعمل؟ بطلع هذا معهم ضربها بخمسين تربيع على 4، هذا القوس كامل، هذا القوس كامل. الرقم، الرقم اللي بيطلع معي بحطه بالخيارات او بالمربع اذا من الامتحان الانسر. طلب مني هسه توتال كت وهالمربع 3 مربع 8 وبجمع له هذا الاشي. تمام، بدي احسب للفل بحسب بس المربع 5 10. لاحظ بالامتحان ممكن يطلب منك احسب لي المربع 1 و2، طلب منك المربع 1 و2 لحالهم فرضا من زي هيك، طلب مني بس احسب الفوليوم المربع 1 و2. الفوليوم يساوي قديش المساحة؟ 50 بـ50، 50 تربيع، 4 في النقطة هاي، 1 في 2.5 زائد 0.8 زائد 0.6 زائد 2.4 النقاط المشتركة بنقطة، زائد 2 النقاط المشتركة بنقطتين هي بس 1.5 1.3. في شيء مشتركة بأربع نقاط؟ لا، ما هو مربعين بس، مربعين يعني أقل شيء مشتركين، فهي الفوليوم للواحد، فوليوم للاثنين. تمام، هيك أنا فعليا خلص الدرس. هسه بس بدي أحكي تركات، يعني الفيديو لسه قصير، بدي أحكي تركات معينة. ممكن مثلا يقول لي احسب الإليفيشن 13، احسب الإليفيشن 13. بس لما يطلب مني الاليفيشن 13 بتطرح، لاحظ انه هاي بتصير زيرو، بتصير زيرو. هذا المربع كيف بصير عندي لو بدي امثل خطوط الكونتور؟ بتصير 0.7 بتصير نص، بتصير 0.2 بتصير سالب 0.8 سالب 0.3 هاي زيرو. فانا ايش بعمل؟ في خط صفر، في خط صفر، انا خط الصفر هون ايش بعمل؟ بوصل بينهم زي هيك. بتلاحظ انه هون حدث عندك مثلث، هون حدث عندك شكل خماسي، شكل خماسي ضلع ضلعين ثلاث شكل خماسي، في نقطة خماسية بس، شكل خماسي مش رباعي هذا. بتوقع مش بهي الحالة، بتوقع بحالة إذا كان عندي
زي هيك، مثلا زي هيك، فاهم؟ احط زيرو هون زي هيك، مش عارف صراحة وين الشكل الخماسي. راح اعطيكم مثال يكون شكل خماسي. لما يكون عندي شكل خماسي انا ايش بعمل؟ يعني زي هيك، واحد بس ما مش مشكلة. هسه بدي اطلع مثلا الفوليوم لهذا، هذا مربع 4 مثلا، في للمربع 4، شو بدي احكي انا؟ مساحة المربع 4، مساحة المربع 4 ايش بدها تكون مساحته؟ هذا هسه قبل شوي هذاك لما كان زي هيك شبه منحرف، شبه منحرف، عندي دي 1 دي هون دي 2 هون. شوفي عندي، في عندي ال، عندي دي 3 اي دي 2 مثلا، عندي دي 2، لاحظ انه هون كلياتها ال، ببطل في دي 1 دي 2 بريح حالي. فهون الاريا شو بدها تساوي؟ ال دي 2 على زي ما قلت لكم الشكل مساحته مش سهلة. فايش بعمل انا؟ بطلع مساحة المثلث، بعدين بحكي الاريا الكلية 50، طب 50 ناقص الاريا بتراينجل، ناقص الاريا بتراينجل. اشتغل ترك من التركات اللي لازم يجي، لازم يجي في سؤال اني اطلع مساحة مثلث ناقص المساحة الكلية ناقص مساحة المثلث. تمام تمام. هسه يكون عندي مثلث، يكون عندي مثلث فوليوم، راح احكي المساحة المثلث 3، لما يكون عندي شكل خماسي احكي على 5. دائما القانون ايه على 4 بالنقاط، ممكن يكون 3 ممكن يكون 4. فكان بعض البروبلم لهذا الاشي، وهي شغلة مثلثات. مثل ما حكيت لكم انتبه انه مثلا السؤال فرضا فرضا بكره السؤال طلب مربع 2، بروح احكي 14 دقيقة، مش مثلا طلب مني اوجد بالمربع 2، طلب مني اوجد مربع 2 حكى لي خط 14، مش راح احكي 13.7 ناقص 14 13. ناقص خلص المربع 2 شو الاشياء اللي بحتاجها منه؟ بحتاج اطرح هاي وهاي وهاي وهاي، اطرح هذول بس، ما بروح اطرح اللي برا. خلص انا لما بدي احل اوجد لمربع معين بوجد الاضلاع للمربع المطلوب، اللي بطرحهم من 14 مشان اوفر وقت، امتحان طويل مش قصير. هذا نفس المثال 15، ايش طلع معي نفس الفكرة. هذا مثلثات اللي عند خط 12، كل خط 12 يعني بدي احكي 11 ناقص 12 كلياته، يطلع هون كلياته سالب، لما يطلع كلياته سالب يعني كله فل، فما في داعي احط اشارة. خلص لما يكون كله سالب ما في داعي انه اشارة. فهون الفوليوم اوف كات نو كات، يعني لو جاني بالامتحان كمل كات لهذا بقول له زيرو. هسه الفوليوم اوف فيل اخذ اريا تراينجل، اخذ اريا تراينجل، هذا هذا مثلث، هذا المثلث يعطيني زاويته 60، تمام يعطيني زاويته 60. مساحة المثلث عبارة عن نص، يعني مساحة المثلث نص في طول الضلعين ساين الزاوية، تمام؟ نص في مجموع القاعدة في الارتفاع في ساين الزاوية. فلما يكون مثلث قائم الزاوية ساين 90 واحد، نص في القاعدة في الارتفاع. أما لما يكون مثلث زي هيك يكون نص في ألف في ألف في ساين الزاوية. فهذا بطلع الأريا، لاحظ إنه الفوليوم أوف فيل قسم على 3، ولاحظ إنه ما قسم على 3 فعنده نقطة تركب 6 أضلاع، 6 مثلثات اللي هي النقطة 2 هاي. تركب المثلث هذا، المثلث هذا، المثلث هذا، المثلث، المثلث هذا، المثلث هذا، النقطة 1 هذا تركب المضلع هذا وهذا وهذا، النقطة 2 هذا مشترك بالمربع هذا لحاله زي هيك، عشان هيك ضرب 2 في 1 فور 1. ما عندي الثلاث، كل الأشياء المشتركة بثلاث مثلثات بقدر أعد هاي وهاي وهيك، 6 نقطة 2. فهذا البروبلم كانت حلو. البروبلم هذا طالب النقطة 13،
12 في شغلة الزيرو اللي حكيت عنها، شغلة الزيرو زي ما حكيت لكم هذا بطلع عندي شكل خماسي 1 2 3 4. لما بدي أحسب مساحة المثلث بعدين أحسب مساحة الكبير، فاهم؟ فلو عندي هذا السؤال فرضنا زي هيك، فهذا لما بدي أحل بعمل بطلع D1 هاي مثلا، بطلع D2 أو يكون D1 بتساوي 10. لما بدي أحسب الأريا بحكي أريا تراينجل شو بدها تساوي؟ نص ضرب D1 ضرب 50، نص في D1 في 10 في 50. بعدين بحكي الأريا هذا كت مثلا، كت أريا كت بارشل طبعا، شو بدها تساوي؟ بدها تساوي 50 × 50 نطول مربع كامل، 50 تربيع ناقص أريا تراينجل 10 × 50. تمام تمام بعدين بحكي الأريا الفوليوم بيساوي الأريا اللي طلعتها، كم ضلع عندي؟ 1 2 3 4 في شغلة النقطة 13.7 13.5، مش 13.7 اللي هي بعد الطرح يعني، طبعا زائد زيرو زائد زيرو. تمام، طلع آخر تريك تبعت الشكل الخماسي. الشكل الخماسي أنا هسه بدي أوجدها، بدي أدور عليها إنه زي هيك. لو كان الخط عندي زي هيك، هاي فكرة الشكل الخماسي. هذا الضلع، الضلع طالع عند خط 16، تمام؟ خط 16 هاي موجبة موجبة هاي موجبة، ولكن هاي سالب سالب سالبة، طبعا هذا كله سالب. فهنا كيف شكل الكت بالفل؟ عندي هنا في خط زيرو، عندي هون خط زيرو، عندي هون خط زيرو، عندي هون خط زيرو، عندي هون خط زيرو. كيف شكل الهاش؟ هيك كأنه 16 15.5 ناقصة هون سوا. لا 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 ما نبي، هون كله ما في خطوط، هون هون المشكلة، هون في زيرو، هون في زيرو، هون في زيرو، في مشكلة. المشكلة بتكون لو كان عندي، لو كان عندي هذا طبعا عند خط 16 صح، كانت عندي هاي مثلا 16.1، تمام 16.1. هون في عندي سالب وهون في عندي سالب، كيف بوصل بينهم؟ بوصل فيهم زي هيك. لما يكون عندي زي هيك، لاحظ انه عندي ضلع، عندي ضلع ضلعين 3 4 5. عشان الشكل الخماسي ما بعرف شو مساحته، فشو بعمل انا؟ بحكي الاريا للمثلث، الاريا الكلية 50 × 50 ناقص اريا المثلث. بعدين لما احكي طلع الفوليوم، بحكي الاريا total ناقص اريا تراينجل، تمام على 5. ليش 5؟ لان 5 اضلاع مضروب في 16.5 ناقص 16 اللي هي نص، زائد زيرو زائد زيرو زائد النقطة هاي 7 زائد النقطة هاي 0.4. هيك بطلع البارشل كت للمربع هذا. طبعا هذا المربع يعني ما عندي غير بارشل كت غير هذا الجزء، باقي كلياته فل، هذا الفول كت. فهون عندي لو كان الشكل زي هيك، في عندي هاي بارشل كت بي سي، هاي فول سي، هنا فول فول اف، هذا كلياته فول اف يعني، هذا كلياته فول فول فل، هاي بارشل فل. لو طلب مني بارشل فل طلع المثلث مساحته نص في، طبعا هاي دي 1 وهاي دي 2 مثلا، نص في دي 1 في دي 2 وهكذا. تذكر في شكل مرة أجب إحدى الأسئلة كان زي هيك، هذه خلنا نقسم خطوط من عندي مثلا، بعدين نهايته مثلث زي هيك، مثلث هون نهايته مثلث، مثلث زي هيك، كل زي هيك مثلثين.
بحسب المربعات لحال المثلث لحال بجمعهم. طيب مرة بتذكر اجى هون اشكال، ذاكر الشكل صراحة، انه اجى على شكل عين، بيجي اشكال غريبة، بيجي اشكال غريبة. انا ما بتهمني الاشكال الغريبة، بهمني اني اعرف كيف احسب الاريات. انتبه على السؤال، المثلثات تحسب على زوايا هكذا. ان شاء الله انه اكون هذا الموضوع شرحته بالتفصيل، ان شاء الله انه يكون سهل. فكرة المربعات كثير سهلة، بروسيجر أول خطوة بطرح هاي ناقص اللي بالسؤال، اثنين طلع بشوف الموجب والسالب، موجب وسالب، ثالث خطوة بطلع ايش الديات المطلوب اللي بتخص المطلوب، أربعة الديات بطلعها من معادلة دي 1 زائد دي 2 تساوي ال، معادلة شبه مثلثات دي 1 على كذا تساوي دي 1 كذا. النقطة الرابعة بعد ما طلع الديات بحكي بطلع الاريا اشي، النقطة الخامسة بقسم الاريا عدد الاضلاع مضروبة في ايش نقطة، شوف كل نقطة كم مربع مشترك من المطلوب. يعطيكم الف عافية.